هو واحد من الشواطئ الصخرية التي يجبر قاطن بعض الأحياء الشعبية كراس العين وسيد الهواري على التردد عليها طيلة موسم الاصطياف، كونها الأقرب والأسهل لهم. هنا راس العين نجيو هنا نعوم ونقبضوا سطوب يهودونا هنا نعوم. لا ما كاين شوية لي نورمال، حتى كاين دروج نورمال. اللي ما عامش هنا ما يبوش انا ولد البحر، حاجة الأولى. حاجة الزوجة، حنا نسكنوا غينا في راس العين، عندنا هذه الكارتي هنا قريب نعوموا فيه. باسكو هي البعد، ولا جينا زي طالعه يعرفوا غير الحي، غير المونطاي، ريسك كاين، بصح حنا موالفين، حنا بروحنا كابلين في راس العين، كابلين في جبل. انا بروحها كانت هذيك. واه كابلين، وماتوا قدامنا بزاف هنا ناس، وماتوا واحدين ثاني الله يرحمهم، طربوا لهم الرحمه، مي الحمد لله. شواطئ غير محروسة وجد فيها الأطفال متعتهم للاستجمام والاستمتاع بالبحر رغم مخاطرها الكبيرة. هنا قريبة على العيون وبلاصة تاع قلالي، كاين اللي مسكين ما عندهاش باش يروح للعيون، ما عندهاش باش يروح البوم والبوص والاندلس، يجي هنا بلاصة تاع قلالي، وكاين ناس مدينين يبغوا هنا ما كاش اختلاط. شواطئ صخرية يقصدها أطفال وشباب لدوافع مالية، هي أيضا وجهة أولى للعائلات التي تبحث عن أماكن توفر لهم الكثير من الهدوء والحرمة.